انت الشيخه والدله وانت الفنجان وانت بس نظره عينك تسوى النسوان وين لما كنت بي تشبه الجنه ملامح داركم. شكرا لك حمودي. زلم كلفه ونشامه وترفع الراس الماعافه والصاحب وقت ضيجه اذا توقع بشده وضيج فد يوم روح اتنخب رجال الحويجه. حياكم الله. اليوم حلقتنا بالحويجة، هذا القضاء اللي معروف بالكرم والطيبة وفرسان أهله. الحويجة مليانة بالشعراء والفنانين. اليوم أكيد الكل سمعان أغنية أنت الشيخ والدلة وأنت الفنجان، بس ما يعرفون صاحبها منه. وبقويانا وراح نروح ونعرفكم على صاحبها. يا الله، السلام عليكم. السلام حبيبي، كل شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير. احنا جوله الشاعر في الشارع. حياك الله. اكيد سامع اغنيه انت الشيخ والدله وانت الفنجان. هذا الشاعر الكبير غالب البصراوي. تحياتنا للشاعر غالب البصراوي. جولتنا اليوم، اي نعم، جوله شاعر في الشارع. الكثير من الناس تمر بحياتها المواقف وبيهم اللي يسمع الشعر. نعم. فانت اليوم حافظ؟ والله أنا أحفظ شعر بس ما أقدر ألقي، يعني ما تقدر تلقي. فنان، بما أنه أنت فنان إيش راح تسمعنا؟ وجهك على الكاميرا. أكيد راح أسمعكم أغنية الشاعر غالب البصراوي. تحياتنا للشاعر غالب البصراوي. أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان وأنت بس نظرة عينش تسوى النسوان. أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان وانت بس نظرة عينش تسوى النسوان. الله شمحلى غاليتي وكل يوم الزيد، الله شمحلى غاليتي وكل يوم الزيد. انت الشيخة والباقي كلهن تغليد. الله تحياتي اكيد لكم ولقناتكم الكريمه واكيد لعيون الشاعر غالب البصراوي. الله يعزك. عرفنا باسمك. هيثم دخيل. على راسي فنان الحبيب. بعد روحي تاج راسي. على راسي. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حبيبي؟ سلام ربي. عرفنا باسمك. حامد. حامد من حامد؟ من الحويجه. على راسه والنعم منك ومن كل اهلنا بالحويجه. حامد اكيد سامع اغنيه انت الشيخه والدله وانت الفنجان، بس ما تعرف صاحبها منو؟ اي ما اعرف صاحبها. صاحبها ما تعرفه منو؟ بما انه ما تعرف صاحبها منو فايش راح تسمعنا شعر؟ شعر؟ اي والله حافظ يعني بيتي شيء. يلا وجهك على الكاميرا. يقول لو أنا مثلك حلو والوادي متحبني. الله. ما أحب أكلها وعلي بس تعجبني. الله. صح. تعجبني كلك صرت يلي ماكو من كلك 90 غيرك أخذ ما صفوك أنت وعلي من قلت ماكو صفر ظلت صفوك لي. الله الله، شكرا لك حبيبي. حياك الله حبيبي. عرفنا باسمك. الأستاذ داوود سلمان وقاع. على راسي والنعم منك ومن أهلنا بالحويجة. أكيد سامع أغنية أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان. المن؟ أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان يعني الجيا شاعر؟ إيه. هو غناها شو اسمه؟ أحمد الطيب. إيه. بس الشاعر والله ما يجي على بالي. ما يجي على بالك، أكيد بما أنه أنت حافظ أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان حافظ شعر. اي حافظ شعر عامر ماهر على الحويجة. والنعم من عنده. وقت التهجير قال. أي. يا دار الكرام يا دار الشيم بيش حد. الله. بس برقبتك اسف سيف النذل بيش حد. الله. يا حويج انت جرالك ترى نفسها جرب يوم احد. بوم الخرايب صفت يا حيف تاسيلك وراحت رجال وحسافا ذال توسيلك. اي والله. يا دار هن اريد بحرقه تاسيلك بيش من الجواد لو ما ظل بعد بيش حد. اي والله بيش من الجواد لو ما ظل بعد بيش حد. لو ما ظل بيش حد. تحياتنا لك وشكرا لك حبيبي. حبيبي 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 حياكم الله. عرفنا باسمك. انا رزاق المحيمي. رزاق المحيمي، حياك الله يا رزاق. رزاق اكيد سامع اغنيه انت الشيخه والدله وانت الفنجان. اكيد طبعا. بس ما تعرف صاحبها منو؟ شاعر مالها؟ اي اخونا وصديقنا الشاعر غالب البصراوي. غالب البصراوي، تحياتنا للشاعر الحبيب غالب البصراوي. بما انه انت حافظ انت الشيخه والدله وانت الفنجان اكيد حافظ شعر. لا والله لا والله انت داخلك اكو شعر. والله انا احب الشعر. اي بس ما اقرا يعني. ما تقرا. انا رجال رياضي. رياضي. تحياتنا لك حبيبي. اسمك بالخير؟ علي. علي، حياك الله ابو حسين. حبيبي الغالي. ابو حسين اكيد سامع انت الشيخه والدله وانت الفنجان. ايه. بس ما تعرفها لمن؟ انا ما اعرفها لمن والله، بس انا يعني سمعان بيها. زين انت ليش حافظها؟ تحب؟ انا؟ ايه. وماكو انسان ما يحب. ماكو انسان ما مر بظرف. ماكو انسان ما مر بظرف. بما انه تقول ماكو انسان ما يحب وماكو انسان ما مر بظرف، نعم. اريدك تسمعنا شعر.
والله المشكله يعني انا احب بس ما احب يعني اقرا ما يحب يعني بس استمع فقط. استمعنا شيل من الحافظه يعني سمعكم اي وجهك على الكاميرا يقول سامج بالقلب طبا ولاحن والغيرش ما بتجفني ولاحن ولاحن بسبب حبك صرت شاعر ولاحن ولحين قمت احل الماء يحن قلب علي الله شكرا لك حبيبي حبيب شكرا لك شكرا لك حياكم الله حياكم يا الاسم بالخير علي علي الاسم بالخير عبد الرزاق عبد الرزاق اكيد الكل سمعان اغنيه انت الشيخ والدلة وانت الفنجان بس ما تعرفون صاحبها منو لا والله انا اعرفه المن الشاعر الكبير غالب البصراوي تحياتنا للشاعر غالب البصراوي بما ان انت حافظ انت الشيخ والدلة وانت الفنجان اكيد حافظ شعر والله ما حافظ صراحه زين ليش حبيت انت الشيخ والدلة وانت الفنجان غير عندك حب لان هي تحكي عن الحب شيخ والدلة والفنجان اي يعني بس الادري بيها هو غالب البصراوي يعني غالب البصراوي زين ايش راح تسمعنا بما انه انت حافظ الغالب البصراوي اكيد حافظ الغير والله ما حافظ يعني صراحه طلع اللي بداخلك وسمعنا حجي ايش حافظ لنا لا والله ما حافظ اكيد يعني حافظ شيء من البيت العتابه الزهيري ما يحضرني يعني اللي يحضرك اللي هي يعني بس مشهوره على اليوتيوب مو اكثر يعني واحد أي يسمعها أي. اي فاحنا حتى لو مو انت الشيخ ودلا وانت الفنجان سمعنا الحافظه والله زحمه زحمه أيوة. شكرا لكم ربي يحفظكم تحياتنا لكم تحياتنا لكم حياك الله حبيبي حياكم بارك الله فيك اسمك بالخير محمد محمد من وين محمد انا من الموصل والنعم من كل اهلنا بالموصل نعمت حالك بارك الله فيك اهل الموصل طبعا لو مريض تريدها جروحك تطيب انت يمهم تلقى بس طيب ودوا كانها دله وبالمضايف الها صيت والدليل بكل فرع ريحك هوا الحدبه صارت حدبه من قد الركوع الدين والإسلام بس يمهر توا ما يضر هل بيها يطعن خلي يروح الراية تبقى ترفرف بنص الهوى هاي رمز العلم وام الأنبياء الكعبة صارت يمكن بنص نينوى حياك وحيا الله كل أهلنا بنينوى الله يسلمك ويحفظك محمد أكيد سامع أغنية أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان بس ما تعرفها المن الغالب تعرف البصراوي الغالب البصراوي تحياتنا له بما أنه أنت حافظ أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان أكيد تحب والله نوعا ما نحب نوعا ما تحب بما أن أنت الشخص اللي تحب إيش راح السمعة أقول طبع بي حنين وقلبي شايل الشوق وعلى أدنى المواقف تدمع عيوني الله بعض الناس تكره ما تحب الناس واني طبعي أحب حتى اللي يكرهوني الله ما أنسى الأعزاز إيش ما يغيبون أهلي من الصغر عطيب ربوني والنعم منك ومن أهلك شكرا لك حبيبي الله يسلمك ربي يحفظك يا هلا يا ميت هلا يا ميت هلا محمد أنت أكيد تحب مضروب بوري فإحنا جولتنا جولة شاعر في الشارع طبعا طبعا فأنت حافظ شعر لا والله ما حافظ اولا انا حبيته وانضربت بوري أي. والحمد لله هسه تزوجت حبيت وش انضربت انضربت بوري الله يعوضك والحمد لله هسه تزوجت ومرتاح ان شاء الله ربي يحفظك أيوة ان شاء الله أيوة يوفقك زين اكيد حافظ اغنيه انت الشيخه والدله وانت الفنجان ايه زين انت حافظها وتقول انا مضروب بوري ايه فانت اعترف ليش حفظت هاي الاغنيه هذه حفظتها هذه هو طبعا كل واحد يحب لازم يحفظ يعني اكيد انت بما انه انت حافظ انت الشيخه والدله وانت الفنجان إيه؟ اكيد حافظ غير شيء إيه طبعا وجهك على الكاميرا طبعا ايه فانت ايش حافظ سمعنا والله يا اخوي هي فكر ما ظل اذا ما حافظ شعر تغني لنا ما اعرف هو انا طبعا للعلم اخويا شاعر ومطرب تحياتنا له ابو عبود السبعاوي تحياتنا اي يعني بس انا يعني تدري انت عسكري بما انه انت اخوك مطرب ايه وشاعر قلت طبعا ايه بنفس الوقت اكيد حافظ شي فاحنا نريدك تسمعنا مشكلتك والله ما اعرف يعني بما ان انت ما تعرف احنا راح نسمعك الليالش كثر بالدلال لاون لاون بعد لا دمع ينفع صار لاون لاون الاحبة وسافر وما قال لاوين ومحمد بيا خنقة مغربية احنا جولتنا جولة شاعر في الشارع كل الهم بكثر ما علم هواية من الناس تمر بحياتها المواقف اكيد بيهم اللي يكتب الشعر طبعا بيهم اللي يسمع الشعر بيهم اللي يحفظ الشعر طبعا فانت ايش راح تسمعنا اليوم بالبداية عرفنا باسمك قبل لا تسمعنا عمري عمري اول شيء نورتوا الحويجة يعني الله ينور طريقك اي والله بعد روحي يعني من اهلكم على اهلكم والنعم منك ومن اهلنا بالحويجة بعد عمري بعد عمري والله يعزك الله حمود الياسين من الحويجة حمود الياسين من الحويجة حمود ايش راح تسمعنا كيفكم اي شيء تريدون حاضرين لبالك انت اكيد تحب مبين فاعترف قدام الكاميرا اعترف اكيد طبعا ماكو واحد يعني ما يحب
سمعكم شي حلو. يلا نسمع. ايش اخباركم من غير ما اسال عرفت اخباركم. الله. بغيابكم شمس الله طلعت لكن اظلم داركم. الى فراش تحط عليك لا بلا بل تشتيك. الله. لا فراش تحط عليك لا بلا بل تشتيك. وإن لما كنتوا بي تشبه الجنة ملامح داركم. وإن لما كنتوا بي تشبه الجنة ملامح داركم. شكرا لك حمودي وعاي صوتك يا حبيبي. يا بعد عمرك بعد عمرك. ترفوا ناسك وما أقدر عليها متمت بالحكي لو ردت حاكيها. نظرة عينها ترجع الشايب شاب ومن قد ما أحبها الشيخ أسميها. خلونا نروح ونتعرف على كلمات انت الشيخة والدلة وانت الفنجان ونعرفكم بصاحبها الشاعر المبدع والمتألق غالب البصراوي. حياك الله يا غالب. الله يعزك ويبارك فيك. بداية حياكم الله راديو الغد في أرض الحويجة. حيا الله. أصلا شرفتونا وكل خطوة هلا كثر ما هلا. احنا طبعا سوينا جولة قبل لا نجي عليك وسألنا على أغنية انت الشيخة والدلة وانت الفنجان وكلها قالت الاستاذ غالب البصراوي للشاعر غالب البصراوي. واليوم اللقاء مالنا راح يكون ويا غالب البصراوي ونشوف غالب شو محضر لنا مفاجآت. محضر لك المفاجآت هي كثيرة وان شاء الله اكو نقدر نحكي عنها واكو ما نقدر نحكي عنها حتى لا تحترق لان تعرف اتعاب مطرب وملحن ومنتج. زين غالب شلون خطرت ببالك انت الشيخة والدلة وانت الفنجان والمن انكتبت؟ أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان طبعا هي لا على التعيين لكل نساء الغربية مع احتراماتي للجنوب والشمال. الغربية الغربية المعروفة بالكرم والنعم والمحافظات العراق كلهن على رأسي. ولكن الغربية عندما تروح لأي بيت أي تسأل على صاحبك أو من خالك أو قرائبك أو أنت ما تعرف حتى لو كنت متيه يعني تمام وتطرق الباب فراح تفتح الباب حتى أيه. إذا كانت المرأة راح تضيفك بمثابة الزلمة لأن هي أخت رجال فتعتبرك أنت مو أنك جاي من غير محافظة لا والنعم. أخوها. فأنت إيش قلت عليها أنت الشيخة؟ أنا قلت عليها الله إيش حلوة غاليت وكل يوم تزيد. أنت الشيخة والباقي كلهن تقليد. أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان وأنت بس نظرة عينك تسوى النسوان. قلبي يتعب يا الشيخة حيل وتعبان من قد ما صاير باسمك أقرأ ناشيد. الله. حبك تعبني وسابق لاب سباية فدوى لله يا الوجه تشن مراية. الله. يمكن أطلع مسيرة وارفع راية واكتب بيها يا شيخة غيرك ما أريد. الله. الله إش حلوة غاليت وكل يوم تزيد. انت الشيخة والباقي كلهن تقليد. للتذكير بان ايش قد غنوها أي. مطربين اللي وصلت للوطن العربي مو بس العراق الوطن العربي تمام. ما غنوها كاملة ما غنوها نص ما اخذين من عندها. الله ايش حلوة غالتي وانت بس نظرة عيني تسوى النسوان. زين احنا شفناها صارت ترند واكثر من فنان غناها تمام. فانت حبيتها خلينا نسوي شوية طائفية اكثر فنان حبيتها بصوته. للأمانة أنت من تسمعها بصوت مطرب تقول هذا بعد ما حد يغني تمام. ينزل مطرب ثاني تقول أحلى بس للأمانة أي. يعني المطربين تمام. الأول تمام. اللي حبيته بصوته الفنان أي. أحمد الطيب. تحياتنا للفنان أحمد الطيب. حسين الغزال محمود غياث الدولار الأصيل وكثير من الفنانين كثير من الفنانين. زين ورا أنت الشيخة والدلة وأنت الفنجان. وراء الشيخة والدلة يجوز أكثر الناس ما يعرفون بأن ليش تخون ليش تخون وأنا شلتك بين عيوني ليش تخون؟ تخون يا مجنون مثلي أبد ما أظن تلقى يا مجنون دللتك شلتك بحضاني وقلت لك غيرك ما أحب ثاني وكنت وياك بنص قلبك إيه مسجون ليش تخون الله. وهاي الـ الـ الأغنية هم جزؤوها. منو غناها؟ البداية غناها أحمد الطيب. أحمد الطيب. والجزء الأخير اللي غناه الفنان قاسم الدولي. تحياتنا لهم. زين غالب بما أنه أنت تكتب النص الغنائي وبنفس الوقت شاعر ويقولون غالب البصراوي إحنا نعرف البصراوي من البصرة فالريب نعرف غالب البصراوي منين؟
غالب البصراوي من الحويجة. والنعم أبن عن جد. والنعم منك ومن كل هالنقل الحويجة. الله يسلمك عزك. أنا غالب محمود مانع العبادي. والنعم هل عالسمار البيك صاح لك غالب البصراوي؟ أكيد إحنا طبعاً أنا أشرف هذا الاسم لأن هذا الاسم يؤكد الوحدة الوطنية. والنعم إحنا شمال جنوب وسط ماكو فرق كنا أخوان ولكن الشكل والهيئة سموني غالب البصراوي وشالت غالب البصراوي. تحياتنا لكل أهل البصرة. الله يسلمك عزك. والغالب البصراوي غالب البصراوي ريدك تسمعنا شيء بما أنه أنت شاعر وتكتب النص الغنائي. قبل لا أقرأ لك وأسمعك اليوم أنا أشكركم مرتين على رأسي. المرة الأولى أنكم ضفتوني في أرض الحويجة، والشكر الثاني لأن جبتوا لي مفاجأة أستاذ رعد خلف الكواليس وسنفور الحجاج. تعال سنفور أمي وراح أسمعكم اللي يطيب خاطركم اللي تريدونه. أهداء السنفور. سنفور حبيبي الغالي. والله شو تحب أسمع؟ حياك الله سنفور. حياك الله شاعرنا العزيز. وجهك على الكاميرا سنفور. سنفور أنت قلت لي بالطريقة أنا أحب وحدة. ألمن تحب؟ أحب سندس. من هاي سندس؟ ما علم. لا أريد نعرفها. غالب تعرفها لو ما تعرفها؟ لا يجوز ما يقدر يعني على الكاميرا يقول. بس لا راح نقرأ تعتفن. له شعر. راح نقرأ له شعر وراح نوصل ويقول مني. يلا. تقول منو غيرك يا بعد الروح يسوى. الله. منو غيرك يا بعد الروح يسوى. لو ان مر عشرتك يم حلوة. الله. انت اول بشر صاير ملك للروح وعند فراق وجهك مية تلف بلوة. بكيت قبالك شبية. اي والله. انت وما تحس بي الك مديت ايدي تعال احكي لك قلبية. الله. شثير وصاير شوية فصل ادفع لك ودية بس كونك ترد يا فلان علي ونحكي يومي. الله الله يعزك. زلم كلفه ونشامه وترفع الراس المعافه والصاحب وقت ضيجه اذا توقع بشده وضيج فد يوم روح تنخب رجال الحويجه. سلمك الله. روح تنخب رجال الحويجه. ابشر وانا خيك قول عد عيناك. كفو. ابشر وانا خيك قول عد عيناك ما رد لك طلب اخذ الهوى بريتي. الك ولهلك. صقر لما صحت يا اهل الحويجه محزم على البطن سديت خاشيتي. الله. لبنت كريت ما افزع تران بمال لبنت كريت اذبح اغلى دريتي. والنعم. ابشر يا صقر اطلب تمنى يصير لان تكريته هلا وهاي تكريتي. الله يسلمك. لان تكريته هلا وهاي تكريتي. سلمك.